كان عندنا حدث امبارح الحقيقه تألمت ليه جدا. وهو كان صديق عزيز وممثل رائع، الفنان القدير ممدوح عبد العليم. ما حدش كان يعرف خالص ان هو عنده القلب، وهو الحقيقه الظروف. بس هو فعلا تم تشخيصه يا دكتور دلوقتي او تشخيصه؟ انا ما اعرفش ان هو راح مستشفى طبعا، مش انا اللي كنت فيها، وتم نقله بسرعه، بس هي جلطه مفاجئه للقلب، وغالبا ده كان الشريان الرئيسي الاساسي. هل ده بسبب ان ممكن يكون ايا كان الفنان القدير او اي حد معرض ان هو يكون عنده قلب ومش عارف، ولا ده مظبوط؟ ده مظبوط. احنا فعلاً الموت المفاجئ ده عندنا تعريفه اللي هو صادم كاردياك ديس، اهم سبب ليه اللي هو جلطه القلب في الشريان التاجي، بس يكون انسداد في الشريان الرئيسي اللي هو ليفت مين. الليفت مين او الليفت مين ايكويفالنت، اللي هو لان الشريان الرئيسي بتاع القلب ده بيدي اثنين. ايوه الشمال بالظبط، برافو عليك. بيدي شريانين بعد كده اللي هو الدائري والامامي. لو الاثنين اتقفلوا يعمل كده، يعمل موت مفاجئ، او لو الشريان الرئيسي اللي هو الليفت مين قفل برضه بيحصل موت مفاجئ.